لبيتسو موسيماني طبعا. وعايز اسالك على فكره تدوير اللاعبين الى اي درجه كان ده متحقق بشكل ناجح في الفتره الاخيره مبدئيا كده؟ نعم طبعا بيتسو موسيماني واحده من النقط او من الاختبارات اللي كانت ناس كتيره بتنتظرها مباراه السوبر الافريقي، مش في قوه او ضعف المنافس، لان برضه نهر البركان بصراحه في الظروف الحاليه، واحنا اتكلمنا على النقطه دي فنيا كتير قناه الاهلي، قلنا ان هو مختلف شويه عن الفرقه اللي واجهت بيراميدز والفرقه اللي واجهت نادي الزمالك خلال السنتين الاخيرتين. ولكن واحده من التاسكات المؤكده للمدير الفني ان انا النهارده ازاي اجهزك ذهنيا انك تخرج من بطوله وتخش بطوله ثانيه، ازاي اتعامل في وسط هذا الكم من الاجهاد والاصابات اللي انا بمر بيها. يعني بيتسو موسيماني من شهر 11 ما حطش ايده على القايمه كلها سليمه، يعني دايما في كل شويه في حد بيخرج من عنده، فده برضو اختبار المدير الفني. وكمان الراجل يعني بيخوض تجارب مختلفه في يعني المعترك المحلي، المعترك الافريقي، بعد كده يروح كاس مصر، ومباريات مختلفه، في مباريات محتاج تجمع فيها نقط، في مباراه بطوله 90 دقيقه تخلص عشان تاخد الكاس. فالحمد لله في وجهه نظر الراجل يعني استحمل الضغوطات، واكيد في اخطاء طبيعي، يعني الراجل مش سوبرمان، مش هيعمل أكيد كل حاجه أكيد في الوقت ده تبقى بيرفكت يعني. فانا شايف بيتسو موسيماني ماشي بدرجه تفوق ال 90% وتقسيمته للامور جيده جدا، تخطيطه اللي هو طويل الاجل جيد جدا 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 على المستوى البدني، بيخلي اللعيبه تديك التارجت اللي انت عايزه. هل التخطيط طويل الاجل ده ينطبق على الملحوظه اللي اتقالت كذا مره قبل كده، فكره عدم التهديف او عدم تسجيل اهداف في الشوط الاول؟ كان في ناس يعني مش عارفه هو ده نتيجه خلل معين ولا في قصد ونيه مبيته وراء هذا الامر، البعض راح بدماغه فكره ان هو انت بتستنزف طاقه وقدرات الفريق المنافس. نعم. فالحته دي برضو كانت مثار لجدل واسع. لا هو مليون في الميه اكيد ان فلسفه بيتسو موسيماني في التاكتيك بتاعه بيعتمد على اجهاد المنافسين، ليه؟ ان هو اوريدي الراجل بيبحث عن الاستحواذ المبكر وبيبدا التحضير للعب من عند الحارس. فطالما انا بحب الطريقه دي او بحب الاسلوب ده، فده معناه ايه؟ انا عايز اخليك تتحرك كتير، عايزك اخليك تضغط كتير عشان افتح مساحات في ظهرك. وكمان اذا لم اوفق في الشوط الاول في التهديف، فانا برجئ وباجل مساله التهديف للشوط الثاني، بس بعمل ايه بقى؟ بزود ضغطي. وده اللي شفناه في نهضة البركان. صحيح. اول 10 دقائق من الشوط الثاني هجوم كاسح للنادي الاهلي وضغط شديد جدا جدا جدا. ليه؟ لان هم عارفين فريق نهضة البركان ست لعيبه منهم فوق ال 30 سنه وكانوا اجهدوا تماما في اول 45 دقيقه، امانه لعبوا يعني شوط جيد الشوط الاول. طبعا الشوط الثاني هو ده التوقيت المثالي، اول 10 دقائق على طول اقضي على المباراه بحيث ان انت تفركشهم، وده بالفعل اللي حصل، واكيد دي من سياسته. بس اكيد مفيش مدير فني لما تروح تساله تقول له هو انت مخطط تجيب الجون في الشوط الثاني، استحاله هيقول لك لا. يعني طبيعي ان هيقول لك لا، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اسرع عمليه التهديف، ولكن اذا اسوء الظروف ما قدرتش بقى ازود تركيزي في ال 45 دقيقه الثانيه. طيب